اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، سعيد ان نرحب بكم مجددا بعد ان تابعنا اجمل المشاهد في المستطيل الاخضر، وسعيد انه ينضم الي ويرافقني في الفقره القادمه والتحليل الزميل الاعلامي والمحلل عوض العبيد. اهلا بك، صباح الخير. صباح النور يا حسام، واهلا بالمشاهدين، ان شاء الله نستطيع ان نقدم ما يفيد، وجمعه مباركه للجميع. علينا وعليك ان شاء الله. تفاصيل يوم الجمعه دائما مميزه، وصباح الجمعه ميز. نعم اكيد ان شاء الله، يعني يوم مختلف عن بقية أيام الأسبوع، فيه كثير من يعني الأنشطة اجتماعيا ورياضيا، ودائما هو يوم مختلف عن بقية الأيام. للرياضيين الجمعة يوم ذو خصوصية ولا عادي يعني؟ للرياضيين هو يوم ذو خصوصية، لأنه الرياضيين دائما يعني بيحصل فيه راحة، بتحصل فيه أنشطة غير رياضية، لكن أيضا في بعض الناس ما عندهم وقت عشان يمارسوا الرياضه في ايام الاسبوع بيمارسوا الرياضه في يوم الجمعه. يعني يوم الجمعه، نعم ان شاء الله. انت حسام اظنك بتتمرن برضه يوم الجمعه، من الناس اللي بتتمرن يوم الجمعه ولا ما قاعد تتمرن انت؟ انا ثابت كل يوم، ما عندي مشكله في التمارين، صباح مساء عصر ظهر ما في مشكله. والله ان شاء الله ربنا يسهل كل الاسبوع، لو زاد يوم بتمرن كويس. والله هلا بيجي عوض، ونبدا مباشره من دوري الابطال الافريقي، الهلال والنجم الساحلي في مباراه مهمه للفريقين. النجم الساحلي من خلال هذه المباراة يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات، تفوق داخل الأرض على الأهلي، انتقل خارج الأرض وتفوق وحقق 3 نقاط مهمة جدا في هذه المجموعة القوية التي أيضا يلاقي فيها الأهلي بلاتينيوم. الهلال كسب داخل الأرض، خسر من الأهلي في مصر، يترقب هذه المباراة غدا ليوقف أولا كما صرح المدرب حماده صدقي الذي يقود الهلال للمره الاولى في هذه المباراه بانه والله سنوقف انتصارات النجم الساحلي. نعم، هو طبعا احنا تحدثنا اكثر من مره يا حسام عن هذه المجموعه، وقلنا هي مجموعه صعبه جدا من خلال تواجد انديه كبيره بحجم الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وواضح انه الصراع يكون مشتد جدا ومحتدم حول بطاقتي التاهل بين الفرق الثلاثه. يعني دعونا نقول انه فريق بلاتينيوم واضح انه فريق ليس بالامكانيات التي تجعله مؤهل للتاهل من هذه المجموعه، نكون صريحين يعني. واضح ليس انه في قامه النجم او الاهلي ولا حتى الهلال. نعم. واضح انه كان في تخوف منه قبل ما تبدا. نعم، هو مرات بيحدث انه في اي فريق بيكون مغمور، بيكون ما عنده تاريخ، بيجي ويعمل يعني مفاجات، ولكن بلاتينيوم واضح انه ليس بالفريق القوي، وواضح انه ربما يكون هو حصاله المجموعه، لانه استطاع انه يعني نجم الساحلي شفناه وفاز عليه بثلاثيه في ارضه وسط جمهور. مباراه الغد امام الهلال والنجم الساحلي طبعا مباراه صعبه جدا، زاد على الهلال، لانه الهلال عنده خساره امام الاهلي خارج الارض، وعنده فوز واحد 3 نقاط. النجم الساحلي متصدر المجموعه طبعا ب6 نقاط، وهو يعني مباراه الغد ايضا هي مهمه جدا، لانه بيسعى لانه يفوز. فوز النجم الساحلي خلينا نقول بيقربه بنسبه كبيره جدا من حسم بطاقه التاهل الاولى من المجموعه. طبعا النجم الساحلي في حديث حول انه بيعاني من بعض الغيابات في صفوفه، في يعني المهاجم غونزاليس غايب حيكون عن المباراه، ولكن انا في رايي انه النجم الساحلي فريق طبعا كبير، فريق عنده شخصيه لا يتاثر بالغيابات دائما، يعني يتاثر بالغيابات خاصه حينما يلعب في ارضه وسط جمهوره، وشفناه يمكن كان سبب في خروج الهلال في الموسم الماضي من البطوله الكونفدراليه، وشفناه ايضا كان سبب في خروج المريخ ايضا في الموسم الماضي من البطوله العربيه حينما فاز على المريخ في تونس بهدف وتعادل هنا في الخرطوم، وشفناه حقق البطوله دوري ابطال العرب. نعم، بطوله كاس زايد للانديه الابطال. اذا هو فريق محترم، فريق جيد، فريق كبير، عنده امكانيات فنيه وعنده امكانيات ماليه، الان هو مستقر على الرغم من انه بيخسر في الدوري احيانا، ولكن هذا ليس مؤشر انه الفريق سيء، الفريق يلعب مباريات الابطال بروح جديده وبروح مختلفه تماما في وجود المدرب الاسباني للفريق، اللي اكد انه هذه المباراه بالنسبه له هي مباراه تحدي مهمه جدا، لانه بتؤثر ايجابا، الفوز فيها بيؤثر ايجابا على اداء اللاعبين حتى نفسيا ومعنويا، ويضع يعني خلينا نقول الخطوه قبل الاخيره في التاهل للمجموعات. النجم الساحلي يزعى للفوز، الاهلي السوداني طبعا في تصريحات متفائله للمدرب حماده
صدقي، رغم من انه خلينا نقول يا حسام انه مباراه الهلال مع النجم الساحلي مع الفرق التونسيه دائما في تونس ما بتكون يعني لو رجعنا الى الى الى, الى, الى الخلف نلقى انه مباريات الهلال مع الانديه التونسيه يعني النتائج فيها كانت غير مرضيه بالذات خارج القواعد. الهلال شفناه غادر امام النجم الساحلي في الموسم الماضي في الكونفدراليه، وفي نفس الموسم غادر امام الفريق التونسي ايضا. ما ان انتزع التعادل يعني من النجم هناك هدف لكل المباراه الماضيه في المباراة لا الهلال خسر من النجم الساحلي، خسر بثلاثيه، لكن اتحدث عن انه استطاع عبر التاريخ يعني قديما بهدف محمد موسى في الفتره الماضيه، ولكن انتزع التعادل ايضا من الافريقي الموسم الماضي. الموسم الماضي خسر نعم، وده هو خسر بانه وريك انه مؤشر انه اداء الهلال في الفتره الماضيه ليس بصوره جيده. يعني في السابق ربما كان يكون الهلال افضل حينما تعادل مع الافريقي او مع النجم، ولكن حاليا وضع الهلال خلينا نقول ما بقول هو ما مطمئن، لانه نحن شفناه في الدوري المحلي في تدرج في المستوى. الهلال طبعا فاز في اخر مباراه على مريخ الفاشل، ولكنني في رايي ليس هذا هو المقياس. انا في رايي مباراه الغد هي مباراه لاعبين في المقام الاول، المدرب الجديد يعني انا في رايي هو ليس لديه كل المعلومات عن اللاعبين حتى يعني. دائما يا حسام المدرب لما يكون جديد بيحتاج الى وقت حتى يتعرف على امكانيات اللاعبين، حتى يتعرف على يعني وضع الفريق العناصر. نعم. حتى عناصر نفسها تحتاج الى وقت حتى تنسجم مع المدرب. نحن ما نقول انه حماد صدقي غير مسؤول، هو مسؤول عن المباراه انه يشرف عليها اشراف تام اشراف كامل. نعم نعم، وليس لكن ليس لديه يعني عصا سحريه حتى يغير اداء الفريق بين يوم وليله. الخطه تحتاج الى وقت عشان حتى ينسجم مع اللاعبين، حتى يفهم بعض اللاعبين، ولكن نقول انه الهلال كان محتاج الى مدرب كبير، حماد صدقي مدرب كبير بحجم البطوله الافريقيه. واضح انه بدا تظهر يعني وضع تظهر بصمته، خلينا نقول ما بصوره واضحه، لكن يعني في بعض الامور الفنيه خاصه في المباراه الاخيره امام مريخ الفاشل. وان كان مريخ الفاشل مع احترامنا لهم هو ما بيدي الهلال تجربه فنيه قويه قبل نزال بحجم مباراه النجم الساحلي في تونس. اتمنى من اللاعبين يكونوا قطر المسؤوليه مباراه لاعبين في القمه الاول. المدرب عنده دور، ولكن لاعبي الهلال بخبرتهم تواجد عناصر كبيره جدا من الهلال في 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 دوري ابطال منذ فتره، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، عدد من اللاعبين، ابو عاقله، لاعبين منتخب. اتمنى انه هم يكونوا عندهم يعني القدره على انه يجاروا النجم الساحلي، والنجم الساحلي هي هذه المباراه من اجل يعني خيار واحد هو الفوز. انا في رايي عوده الهلال بتعادل من تونس تمهد طريق انه الهلال ممكن يكون منافس قوي في هذه المجموعه من الدوري الافريقي. نعم، هذا الهلال وبنيه طبعا بالتوفيق له، وهو الان يمثل السودان في دوري الابطال، ونتمنى انه يتوفق ويحرز نتيجه ايجابيه لتساعده في بقيه المشوار. نذهب الى المريخ بعد غد الاحد، تنتظر مباراه مهمه جدا في دوري الممتاز امام هلال الأبيض، تسابق دائما بين الهلال والمريخ الى الصداره، عدد من المباريات. الامل اللي بدا قوي خسر فجأة وخسر المقعد الاول. ايضا في المريخ هناك موضوع يعني في الاونه الاخيره بعض الرواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عنه كثيرا، هو موضوع التجديد للتاج ابراهيم، ما بين النفي والتجديد. نعم، هو طبعا انا حسب ما لدي معلومات انه امر التسجيلات في المريخ مطروح للجهاز الفني المدرب جمال ابو عنجة مع لجنه فنيه هي مختصه بهذا الامر. كثر الحديث حول يستغنى عن التاج، هل يستغنى عن التاج؟ مساله يعني يمكن اللاعب ادى بصوره جيده، ولكن الفتره الماضيه تعرض الى اصابه. في حديث حول انه المريخ محتاج الى طرف ايمن، يعني خلينا نقول شاب، يمكن التاج مساله العمر شويه مؤثره في ادائه. نعم، انه رغم لاعب يعني تكتيكي، ولكن انا في رايي اذا كان المريخ وجد طرف ايمن او لاعبين متوفرين في هذه الخانه يعني اعمارهم من اعمار الشباب يمكن ان يصير عن التجديد. ولكن حاليا حتى في هذا الوقت الراهن اي حديث حول تسجيلات المريخ وانه ربما يستغني هذا الامر ما غير مؤكد. يعني انا في رايي الناس ما تسبق الاحداث، نترك الامر للجهاز الفني حتى مشتري الهلال في كل الانديه يعني دعوه لكن محمد عبد الرحمن قد عاد، يعني عبد الرحمن عاد، وايضا حتى الان محمد عبد الرحمن امر لم يحسم بعد. في حديث حول انه عنده عروض خارجيه من انديه جزائريه واماراتيه وغيره، ولكن حتى الان ما في شيء رسمي سواء كان لمحمد عبد الرحمن او حتى موضوع امر الطاي. الطاي الان طبعا هو في الامارات بيتعالج، هو حسب معلوماتي هو عاد اليوم فجر اليوم من الامارات، ينتظر مجلس المريخ ينتظر الجهاز الفني ليقرر في شان هذا اللاعب. اي حديث حول انه ما جدد المعلومات دي قد تكون في مصادر، ولكن المصادر دي ما بتكون مؤكده
ما لم تنتهي التدقيقات لسه حتى الان نستطيع القول يوم اثنين احنا ينفي هذه الشائعات. نعم الان نستطيع القول انه المريخ ينفي هذه والله الشائعات. انا لا اقول ان المريخ ينفي هذه الشائعات، ولكن الامر زي ما ذكرت لك متروك لجهاد في جهاد، هي خلينا احنا بنسميها دائما الجهاد ذات الصله يا حسام، هي متروك لي هذا الامر يعني. نعم. فما دعني نتكلم عن امور فنيه حتى مش المريخ وحده، حتى موضوع التسجيلات يعني موضوع تاج لاعب المريخ هو واحد من نجوم النادي يعني. بس دائما داير اقول يا حسام انه مواضيع التسجيلات دائما بتسبقها احاديث صحيح وتنبؤات. نعم. وتوقعات، ودائما ما بتصيب منا 10% يعني. بنسمع عن عقودات حتى على المستوى العالمي. نعم. حتى انت مثلا بتسمع الان انه مثلا الموضوع بوجبا مع ريال مدريد، موضوع امبابي مع ريال مدريد، موضوع حتى على المستوى العالمي تسمع انه في لاعبين خلاص الفريق حسم امر اللاعب وغيره، تتفاجئ في الاخر انه حتى نيمار ما بين البرشا والريال، نيمار ما بين امثله كثيره. ولكن في نهايه الامر نحن علينا ننتظر التسجيلات حتى تنتهي، وعلى ذلك يعني نرى التاج يوقف، بعد ذلك نقول هل التاج غادر ام باقي يعني. نعم. نذهب الى الانضباط، انضباط الفيفا، تحديد عقوبه للاتحاد السوداني. مباراة تشاد الأخيرة يعني حجر فيها في الاستاد، تابع المراقب هذا الحجر، كلف الاتحاد عقوبات كبيرة. الآن الانضباط بالفيفا تحدد عقوبات للاتحاد السوداني. نعم، هي واضح انه يعني هي انت ذكرت حجر، هو حجر صغير ولكن غرامة كبيرة، هي 30,000 دولار زائد 2 يعني 2,000 يعني هي 32,000 دولار مقابل رمي حجر واحد. ودي رسالة لكل الجماهير السودانية، جماهير الهلال، جماهير المريخ التي تحضر الى مساندة المنتخب، اي تصرفات غير مقبولة رياضيا تؤثر سلبا وعقوبات يعني. يمكن هذا المبلغ كان يفيد الاتحاد في اي من المناشط الاخرى يعني، سواء كان في 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 التطوير، سواء كان في بناء بنية تحتية، سواء كان في دعم الاندية نفسها. هذا الامر يعني انا في رايي غير مقبول، ودي دعوة ايضا للاخوة في ادارة الاندية في الاتحاد السوداني، في الاتحاد السوداني نفسه، في ملاعبنا. دائما يا حسين احنا نشوف فوضى في الملاعب في الفتره الاخيره. في مباراه المنتخب انا كنت حاضر في مباراه المنتخب وتشاد، هذه الاحداث في استاد المريخ، كان هنالك ايضا دخول دخول للجماهير عقب المباراه، يعني كل الجماهير بتدخل للاستاد عقب المباراه، وكانما ما في حراسه، كانه ما في امن، كانه ما في يعني حاجز بين الجماهير واللاعب. المسائل دي الاتحاد الافريقي نفسه ما بيجامل فيها وما بيرحم، وحتى اللاعبين يتضرروا منها كثيرا يعني، بيكون في صعوبه في ان اللاعبين يخرجوا من الملاعب. انا في رايي الامر محتاج الى مراجعه، محتاج الى يعني دعوه للاتحاد السوداني، دعوه للجهات الامنيه لتعالج هذا الامر. وشفنا ايضا يعني خروقات او شفنا تصرفات جماهيريه غير مقبوله حتى في مباراه القمه الاخيره، على ما تذكر المباراه البومبان الشهيره التي اطلقت فيها شرطه البومبان على الجماهير، بسبب انه الجماهير حاولت ان تكسر السياج تدخل الى ارضيه ملعب. هذه التصرفات غير مقبولة، مرفوضة تماما، لا تمثل الوسط الرياضي، ينبغي انه نحذر منها، ينبغي على الجماهير ان تكون واعية بدورها، لانه اي سلوك غير رياضي بينعكس سلبا على مستوى انديتنا، على نفسية اللاعبين، حتى على امكانياتنا. ونحن دائما بنقول انه احنا في فترة جديدة محتاجين انه نطور من امكانياتنا، نطور من عقليتنا، يكون عندنا خطط دائما لمعالجة وضعنا الرياضي الان. نحن يحصل دائما الحديث عن السودان دولة مؤسسة للاتحاد الافريقي، دولة من الدول الاولى التي كانت نظمت البطولة، ولكن في النهاية الان واقعنا اذا ما قارناه بالدول من حولنا بنلاقي احنا متاخرين كثير جدا. اتمنى ان الجمهور يعي هذا الامر ويكون عندنا سلوك حضاري ورياضي في المباراة الجاية ان شاء الله. نأمل ذلك. عوض العبيد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا حسام، ونتمنى انه نتقابل قبل الجمعة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله كنا عاوزين نشوف رباعية ليفربول لكن ما محظوظين احنا. والله يا اخي هي فعلا كانت سهرة كروية ممتعة. الناس اللي ما تابعوها ان شاء الله يمشوا يدخلوا على المواقع اليوتيوب ويشوفوا الاهداف. نعم، هي طبعا هو بطل العالم للانديه وعوده معنويه قويه. تقبلوا تحايا فريق العمل مشاهدينا الكرام لهذا اليوم، غدا ان شاء الله لقاء جديد يجمع بكم طاقم صباح الشروق. شكرا لكم للمتابعه، السلام عليكم.